بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة معانا إخواننا مع الدرس رقم 149 من دورة أوتوبلي ميديا ستوديو الإصدار الثامن تحت رعاية موقع وقف أونلاين دوت كوم. هناخد النهاردة إخواننا تكملة للدرس اللي فات ميك منيو بار. إن شاء الله هناخد النهاردة ست منيو إخواننا. هنحط إحنا الإيه المنيو يدوي، تمام؟ هنحط احنا المنيو يدوي. اول شيء نتفق على شوية حاجات، على بضع اشياء اللي هما لازم المنيو بار يكون ظاهر. خلي بالك لازم المنيو بار يكون ايه، يكون ظاهر. ليه؟ اصل انت لو ما قلتلوش المنيو بار يظهر وانت حطيت منيو بار مش هينفع، يبقى لازم تظهر المنيو بار وتمسح دول اهو، حذف ده وده خلاص، تمام. لكن المنيو بار ايه؟ ظاهر. طيب كده اتفقنا لازم تعمل تشيك للمنيو بار خلاص. المكان اللي بعده او النقطة اللي بعدها، هتظهر المنيو بار فين وليه وايه الفرق؟ اول شيء يا اخوانا، انا دلوقتي درسنا النهارده بيتكلم اثناء الران تايم، يعني اثناء تشغيل البرنامج، مش هنا. انا دلوقتي هبدأ اعدل في المنيو بار اثناء تشغيل البرنامج. تاني، هبدأ اعدل في المنيو بار سواء اضافه او بحذف او بتعديل ما اثناء تشغيل البرنامج. جميل. ايه الاحدث اللي هيحصل فيه الكلام ده؟ ايه الحدث اللي يحصل فيه الكلام ده؟ عنده نوعين من الاحداث، تمام. عندي نوعين من الاحداث، اما في كل صفحة تعمل منيو بار خاصة على حدة او للمشروع ككل. بمعنى صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لو المشروع بتاعك كله، لو المشروع اكمل، تمام، او باكمله يحتوي فقط على نوع واحد من المنيو بار، هتستخدم حدث معين وهو Project Actions On Menu بمتغيراته، هنتكلم عنه. يبقى الـ On Menu اللي في البروجكت، ها، في حالة ما إذا كان شريط القوائم المنيو بار أو بين قوسين المنيو بار ثابت، لا مش ثابت لا يتغير بقى، يعني بنفس الامكانيات في كل، او ثابت في كل الايه الاوامر في كل، ها، المشروع، تمام. طيب المكان التاني، المكان التاني يبقى المكان الاول قلنا بيمكنك المشروع ككل، المكان التاني خاص بكل صفحة فقط على حدة وليس الديالوج، خاص بكل ايه، خاص بكل صفحة على حدة وليس الديالوج. جميل. الحدث ده فين؟ في احداث الصفحة او احداث اي صفحة اون منيو بياخد نفس المتغيرات، بياخد ايه يا اخوانا؟ نفس المتغيرات. كلام واضح. هعمل منيو خاصة بالمشروع ككل، الحدث بروجكت اون منيو بمتغيرين هنتكلم عنهم دلوقتي، عايز بكل صفحة يبقى في الحدث ده، خلاص اتفقنا كده، نركنه على جنب جنب. طيب لو حصل وحدث ان انا عملت هنا اكشن اون منيو وعملت في الحدث الصفحة اكشن اون منيو، هينطبق او هيتنفذ الاول الحدث اللي في البروجكت هنا ثم يطبق كل اوبجكت او كل ايه حدث في الاون منيو لكل صفحه في اللي انت فيها. يعني انا في البيج هوم، ولو عندي بيج ايه مثلا بيج 1 عندي هنا في البيج هوم، تمام. والله البيج هوم مثلا عايز اظهرها، اظهر حاجه مختلفه، او انا حطيت في الاثنين، هينفذ اللي في البروجكت اولا ثم ينفذ هنا. طب لو انا هنا ينفذ البروجكت اولا كلها ثم ينفذ هنا، وخلي بالك هنا
هتبقى نفس الاي دي اللي احنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت، هو نفس الاي دي، ها هيتنفذ هنا زي ما ناخد دلوقتي. خلاص خلينا ما نسبقش الاحداث وندخل مره واحده. اول شيء هعمل للمشروع ككل، هعمل للايه للمشروع ككل، هاجي هنا جلوبال فانكشن، اسف في الاكشن هنا، واحط المتغيرات بتاعتي. هقول له ايه؟ ابلكيشن الحدث ده، اسف مش الحدث ده، الاكشن ده او الكود ده علشان نعدل او نضيف ها منيو بار اثناء تشغيل البرنامج. ابلكيشن دوت سيت منيو. تعالى بقى نشوف ايه نقضي مع سيت منيو النهارده. بيقول لك باخد منك متغير واحد فقط، وهو جدول بالمنيو. جدول ايه بالمنيو؟ خلي بالك بقول لك سيت زي ايه، ابلكيشن منيو ها كونسبتس كونتنتس، تمام. محتويات الايه المنيو طبعا لازم يكون ايه ماست، مش شود كمان، تمام. لا ده ماست اللي هي ايه تعني الالزاميه، تمام. طيب هنا المنيو، طيب اول شيء بقول لك المنيو، خلي بالك من الحط دي مهمة جدا جدا جدا. لو فهمناها المنيو بار حتى والكليك يمين الكونتكست منيو، وهنتعلم ازاي نعمل كليك يمين على المشروع بتاعنا زي دي كده، خلاص كليك يمين هتبقى كاملة ان شاء الله. طيب بقول لك بارامتر، باخد منك بارامتر واحد المنيو. خلي بالك جدول بيحتوي على اي دي اللي احنا حددناه، التكست اللي هيظهر، خلاص. طب التكست ده له شروط؟ اه له شروط. تعالى بقول لك التكست اللي هيظهر استخدم اند قبل الحرف اللي انت عايز تحط ايه تحته شرطة زي ما قلنا، تمام. طيب تمام، يبقى عشان ايه تظبط الايه المينيمونيك او الحرف اللي تحته ايه شرطة. بقول لك خلي بالك عشان تعمل سيبريتور، عشان تعمل فاصل، تعمل فاصل يد، اصل انت بتعمل يد وبقى مش قبل ما تظبط ليه، اصل خلي بالك انت هنا قبل ما تظبط انت مش محتاج تعمل كده. خلي بالك انت فاكرك اللي انا هعمل هنا كده، لا الاكشن ده اون منيو بيجي هنا لما تيجي تظبط انت يدوي اهو، تمام. خلي بالك دبل كليك هنا برضو لما تيجي تظبط هنا كده، خلاص. يبقى الاون منيو تمام لما تيجي تظبط ايه هنا كده، خلاص. يبقى خلينا ناخد الحزو التاني اللي احنا نظبط هنا الاول عشان نتعامل. طيب هو المين منيو او اسف الاكشن هنا ما ينفعش اللي هنا؟ لا انت ممكن تضيف، تمام. مش انت ممكن تضيف في اي، ممكن تضغط على زرار يضيف لك قائمة، ممكن تضغط على الليبل يضيف لك كليك يمين وهكذا، بس انا هتعامل الاول مع النوع الاول اللي هو ايه اللي انا هضيف قائمة هنا كده منضافة وانا هعدل فيها، تمام. فاخدنا ده الدرس اللي فات، نخش مرة واحدة في الدرس ايه بتاع النهاردة اللي هو ابليكيشن زي ما قلنا ايه ست منيو، تمام يا اخوانا. ست ايه ست منيو. طبعا انا مش هحطه هنا، انا هحطه فين؟ في الستارت اب للمشروع، في الستارت اب يا اخوانا ايه للمشروع، تمام. جميل. تعال نكمل. طيب بقول لك لو عايز سيبريتور هتعمل ايه، ها تلات شرط على شكل سترينج. بيقول لك in this case في هذه الحالة بتاع السيبريتور، ال ID والبولين checked والبولين enabled and الجدول subtable are ignored، مش هتعمله. وصلت يا اخوانا؟ يعني لو عملت سيبريتور ما تنزلش تحت هنا، لو عملت سيبريتور ما تنزلش تحت هنا. طيب اللي بعده العنصر الثالث من الجدول ايكون اي دي، وهو رقم الايقونة المفهرسة او فهر رقم فهرس الايقونة الموجودة في صورة، كل صورة تتكون صورة بامتداد بي ام بي برسم صوري 24، لازم يكون 24 ما ينفعش 8 او 16، لازم يكون 24 بيت ماب، تمام يا اخوانا، وتكون حجم الايقونة 16 في 16، اتكلمنا عنها في الدرس اللي فات في المنيو بار اهو، خلاص اهو.
خلاص قال لك لازم يكون ايه ماكسيمم 24. خلاص اسف انا قلت 16 ما ينفعش 16 و8 ما ينفعش، لا هو بيقول لك ماكسيمم يبقى لحد الايه الاقصى يعني ممكن يقبل اقل. تمام. يبقى قلنا صفر بيبتدي من صفر. طب انت عايز الايقونة فاضية سالب واحد، لو عايز الأيقونة فاضية فارغة مفيش أيقونة جنبها سالب واحد. جميل. enabled وهي قيمة بولينية قيمة منطقية دايما false، آسف true الأول أو false، وهي ما إذا كانت ما إذا كان الإيه العنصر ده enabled ولا لأ. اللي بعده checked، ما إذا كان هيتعلم عليه صح ولا لأ. خلي بالك سب منيو، سب منيو هو جدول، خلي بالك من الحته دي هنتلخبط لحد فهمنا فهمنا اي دي وتكست وانجز. تمام امر سهل. تمام هنا السب منيو هو عباره عن جدول مفهرس بالايه مفهرس. تمام علشان تعمل بوب اب منيو من الايتم دي، زي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، مش انت عندك ده قايمة انت عملت ده وده 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 وده، قلت له ده 101 وده 102 وده 103 وده 110 وده 1000 وبتاع. خلاص علشان تعمل قايمة تحتها لازم تعمل جدول جديد بيحتوي على نفس الجدول، مش نفس الجدول، على عناصر نفس الجدول. وصلت؟ يبقى انا عندي جدول ام، يبقى الاي دي تمام تكست كذا وكذا وكذا. هاجي للسب منيو هسيبها لوقتي، تعال نجرب دول، تعال يا اخوانا نجرب دول. خلاص طيب قبل ما نجرب دول هقول لك حاجة صغيرة كده في اف، هقول لك حاجة صغيرة كده في ايه في اف، اللي هي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هنقول لك مثلا ايه، او مثلا ايه مثلا ايه اكس بيساوي ترو، عندي متغير اسمه اكس قيمه ايه ترو ايه. لما اقول له اف اكس يا اخوان الكلام ده معناه ايه؟ اف اكس يا اخوان الكلام ده معناه ايه؟ دايما لما اقول له اف اكس، خلي بالك خلي بالك من دي، لو لقيت الشكل ده في اي كود معناه ايه؟ لو كان بولين بيساوي ترو، خلي بالك يبقى لو كان اكس كذا يبقى كأنك بالظبط بتقول له بيساوي بلاش نقوله هنا، كأنك بالظبط بتقول له اهو اكس بيساوي ترو خلاص، او تقول له اف هنا. لما المتغير ده بيساوي قيمة بولونية أو متخزن في الذاكرة بقيمة بولونية كأنك بتقول له بيساوي ترو. طب عايز تعكس تقول له ها اف نوت اكس، اف نوت اكس يعني ايه؟ يعني كأنك بتقول له اف الاكس بيساوي فولس. ليه؟ عشان هي نوعها بولين. النقطة اللي بعدها لو كانت جدول أو أي متغير آخر، أي متغير آخر يبقى موجود أو مش موجود، نل أو مش نل، سواء كان string سواء كان number سواء كان table سواء كان function. يعني أنا عندي جدول أهو اسمه edges، تمام جدول، هنا أقول له if edges يعني إيه؟ يعني بالظبط كأنه لو الجدول ده يعني موجود، يعني إيه بالظبط؟ كأنه إيه if this table، طبعا هي مش في البرمجه بقى، تمام كانه كده بالظبط this table لو الجدول ده ايه exist. تمام وصلت يا اخوانا؟ طيب لما اقول له if not edges، لما اقول له if not اسمه متغير من الخمس انواع المتغيرات التانيين، معنى كده المتغير ده كانك بتقوله المتغير ده بيساوي نل مش موجود.
تمام، بدل ما تقول له اف ايدجز ها بيساوي يساوي نيل، لا انت بتقول له اف نوت ها الايدجز. طب لما تقول له اف الايدجز يعني موجود، ها هتقول له اف الايدجز زين يعني موجود، لو الايدجز موجود اعمل كذا خلاص، يبقى انا عرفت اللي في مكان في الذاكره اسمه ايدجز. وصلت يا اخوانا؟ دي النقطه اللي انا بتكلم فيها. ندخل لدرسنا. طيب نيجي هنا بسرعه، هقول له ايه؟ انا دلوقتي عايز اضيف قائمه، خلاص هقول له الاتي في البروجكت اكشن، هقول له لو سمحت هعرف هنا الاول منيو، او في الجلوبال فانكشن هعرف منيو، هقول له مثلا ايه تيبل منيو جدول اسمه تيبل منيو، تمام العنصر الاول فيه طبعا انا هعمل عناصر صح، هعمل ايه يا اخوانا؟ هعمل عناصر تمام، تمام العنصر الاول فيه اهو، ها اظبط بقى اقول له دوت اي دي بيساوي 100، عايز تخليه واحد ماشي، عايز تخليه 1000 ماشي، بس واحد هيتعبك خليه دايما 100 ليه؟ اصل واحد هتقول له اللي بعده 11 اللي بعده هيبقى طب 20، انت فاهم ازاي؟ هتحد نفسك في القوايم من 10 لحد كام 19 ليه؟ لان 20 هيبقى العنصر التاني، لكن 100 هيبقى قدامك 99 خلاص، قول له 100 ها بقيت الايه اهو دوت تكست اهو خدهم تيبل منيو دوت تكست اهو بيساوي مثلا نخلي الاولى مثلا اسمها ايه فايل، يلا عايز تحط قبلها اند، يلا اند تمام اهو، اللي بعدها ايه يا اخوانا؟ ايكون اي دي تقريبا، لا ايكون اي دي تمام، ايكون اي دي تمام اهو، هاتهم كلهم كوبي بيست ايوه عشان ما تلخبطش. بعدين ايه طبعا الصب منه مش هنحتاجه الوقت صح، تمام اهو كده تمام. ها اللي بعده هقول له ايكون اي دي اهو ها يساوي، انا حطيت ايمج ها حطيت ايمج يا اخوانا، لا سالب واحد. طب لو كنت حطيت ايمج هعدل هنا ازاي؟ لا مش هتعدلها هنا، هتعدلها فين؟ اهو هتعدلها هنا، تعدلها هنا بس وتسيبها، تعدلها هنا وتسيبها وهو ياخد من هنا. وصلت يا اخوانا؟ تعال نجرب اهو خلاص. طيب تعال ايه جلوبال فانكشن ها تقول له اي دي، هات لي الاي دي بتاعه، طبعا ده هيبقى عنوان مش هنعمله دلوقتي، هيبقى عنوان ده من عنوان ما بياخدش خلاص، اقول له سالب واحد ها تيبل منيو دوت ها دوت انيبلد، ده العنصر الاول دوت ايه انيبلد، وعندي دوت تشيكد خلاص دوت انيبلد ها يساوي ترو، اتشيكد بيساوي فولس، خلصت العنصر الاول انا مش هاخد سب منيو ها مش هاخد سب منيو، العنصر التاني وصلت يا اخوانا اهو، خد بقى العنصر ايه ده كله وظبط العنصر التاني ظبط التالت خلاص، التاني اهو كل ده اهو كده. طيب واحد يقول لي انت لو بدلت هنا الواحد هيبدل المية، هقول لك اه، يبقى انا عايز اصلا ايه، هقول له بدل لي ده واحد بايه ها باتنين اهو ريبليس اول، خلي ده كام يا اخوانا 200 وهكذا، خلي ده بقى ايه 300 3 3
تلاتة تلاتة. في مشكلة في كده؟ لا، خلي ده برضو سالب واحد، ده يبقى ايه كام؟ 300. طب لو انت عملت اي دي هنا واي دي هنا هيبقى في عندك مشكلة، يبقى في عندك اتنين ايه؟ اي دي واحد. حتى طبعا هنا اه يساوي يساوي اه، بدل هنا اهو، بدل يساوي يساوي بايه؟ ها يساوي، تمام. حتى لو انت جيت عملت هنا قلت له سمحت ضيف لي واحدة هنا مثلا المنيو بتاعها واحد، وضيف لي كمان واحدة المنيو بتاعها واحد، هيقول لك ايه؟ لا، انت عايز تخلي ده يبقى في عندك دوبلكيت، يبقى هما الاتنين واحد، ده اي دي واحد وده اي دي واحد، تمام. هيحصل عندك اللخبطة ان هو اللي هيتنفذ فيهم، خلاص. فخلي بالك من الحتة دي، اتفقنا يا اخوانا؟ طيب جلوبال فانكشن، عرفت الجدول؟ اه. خلي التاني ده سيبريتور، يعني مش اسمه فايل، خليه سيبريتور. احنا قلنا تلاتة. الله، طب ما ده بالنسبة لنا مفيش أي له لازمة، صح؟ مش احنا قلنا في حالة ما إذا كان سيبريتور، مع السلامة. خلاص، يبقى ده كام مهمته؟ 200، وده مثلا اسمه ايه؟ اكزيت مثلا. خلاص، احط دايما الاكزيت بتبقى عند الايه؟ عند الاكس، اتفقنا يا اخوانا؟ تمام. يبقى ده واحد اتنين اهو تلاتة. تعال ننفذ، ده اسم الجدول صح؟ ده اسم الايه؟ الجدول. هاجي هنا في الايه؟ في الستارت اب للمشروع، لو سمحت. ها، مش انت بتاخد من اسم الجدول؟ اه، خد اسم الجدول واتفضل. تعال ننفذ المشروع، ماشي. تعال نشوف ايه الخطأ. التيمب، طيب يبقى اظن ان انا المفروض ما احطش في الايه؟ في الستارت اب. تعال نشوف هل المشروع شغال من غيره. تمام. طيب في عندنا مشكلة، نعمل تراجع، نشوف الجلوبال فانكشن في ايه. واحد اي دي 100 مين كذا. اه معلش يا اخوان، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، انا هنا اخطأت خطأ فادح. ايه هو الخطأ الفادح؟ مش ده الكبير ده جدول؟ اه. طيب انت ازاي بتقول له تيبل واحد دوت كذا وتيبل واحد دوت كذا ودوت تيبل واحد كذا؟ مش لازم تحجز الاول تيبل واحد كجدول؟ مش لازم تحجز ده كجدول؟ اه، كنت لازم احجزه كجدول اهو. انت عارف امتى ما تحجزش جدول؟ لو انت تقول له تيبل منيو دوت اي دي، تيبل منيو دوت تيكس، دوت تيبل منيو دوت كذا، لكن هتعدد لازم تحجز كل واحد جدول. يبقى التيبل واحد جدول والتيبل اتنين ها جدول، العنصر التاني ما هو جدول برضه، صح يا اخوانا؟ العنصر التاني ما هو جدول، ليه مش بيحتوي على عنصر اي دي وعنصر تكست؟ يبقى لازم احجزه الاول جدول اهو. خلاص، ده طبعا الخطأ، وطبعا كده اهو. يبقى ده تلاتة لازم يحجز جدول. يبقى خلي بالك كل عنصر من عناصر الايه؟ ها جدول. يبقى العنصر الكبير جدول، بيحتوي على العنصر تيبل منيو عبارة عن جدول، ياخد الاي دي والتكست والايكون وانيبلد وتشيكد وهكذا الباقي، تمام. يبقى لازم كل عنصر في ايه؟ جدول. لاحظ قال لك فايل اكزت، فايل وايه يا اخوانا؟ ها واكزت، تمام. فايل وايه؟ واكزت. طب والله شيء جميل. طيب هل كده خلاص الامر انتهى؟ لا، ده انت لسه قدامك كتير. يبقى احنا عملنا ايه يا اخوانا؟ اهو جيت هنا عرفت، قلت له لو سمحت هات لي متغير احجزه لي جدول في العنصر الاول جدول. العنصر الاول ايه يا اخوانا؟ جدول، تمام. في التيبل منيو واحد جدول برضه، في عنصر الاي دي وعنصر التكست وعنصر كذا ودخلت له البيانات، وفي التيبل اتنين نوع سيبريتور. نوع ايه يا اخوانا؟ سيبريتور فاصل. لاحظ لو مسحت ده خلاص هيتلغي الفاصل، خلاص. وسمي ده انت ايه؟ اتنين اهو، هيبقوا كده متجاورين او جنب بعض، خلاص. طيب يبقى خلي بالك الخطأ ان احنا كنا لازم نحجز كل واحد جدول، تمام. طيب ما انا كده انا عايز اعمل بقى تحت الفايل دي حاجات، اعمل تحت الفايل دي حاجات. قال لك طب ماشي، مش انت عايز تعمل حاجات؟ هتضطر تروح، وخلي بالك انا قلت له هنا في الستارت اب ايه؟ يعني هو اشتغل في الستارت اب عادي وحط الايه؟ المنيو،
خلاص هتضطر تروح لف الهلب اهو لملف الهلب عشان ناخد الاندكس الاخير، بيقول لك سب منيو. يبقى عشان تضيف قايمة فرعية من القوايم، ها لازم يكون ايه، ها يا اخوانا لازم تضيف ايه، سب منيو. خلاص يبقى اتفقنا، عملنا جدول كبير اهو جلوبال فانكشن وجدول بالعنصر الاول وجدول بالعنصر الايه التاني. خلاص طب تعالى هنا بيقول لك السب منيو بيقول لك ايه، بيقول لك هو تيبل، بيقول لك مفهرس رقميا، مفهرس ايه يا اخوانا، رقميا تمام، بيحتوي على جداول. ايه ده، جدول بيحتوي على جداول، انت هتلخبطني. بيقول لك عشان تعمل بوب اب، بوب اب اللي هي زي مثلا زي ايه، زي دي كده خلاص، زي ايه، زي دي. منيو فور ايه ذس ايتم، بقول لك نوت، لاحظ نوت ذات اف سب تيبل از سبيسيفايد ذس منيو ايتم ويل نيفر فاير اون ايه اون منيو ايفنت. تمام طيب انستيد ات سب ايتمز ويل فاير ذا ايفنت. يعني ايه؟ لو انت عملت قائمة فرعية من ده، مش معقول لما تيجي تضغط على ده يحصل حاجة، مش معقول لما تيجي تضغط على ده يفتح حاجة يحصل حاجة، لا لما تضغط عليه يظهر لك القائمة. تمام ليه؟ اصل انت ممكن تقول له لو سمحت لو لقيت الاي دي رجع، زي ما هناخد دلوقتي ان شاء الله، لو لقيت الاي دي رجع مثلا ولقيته 100 اعمل حاجة. لا لو ده خد قائمة فرعية منه ايه اللي هيحصل يا اخوانا؟ ها مش هينفذهولك، مش هينفذ لك الاي دي، بل هياخد هيفتح لك القائمه الفرعيه منه. يعني ده هل ده بينفذ امر معين ولا بيفتح لك قائمه فرعيه؟ بيفتح لك قائمه فرعيه تمام، لكن ده بينفذ امر معين. يعني لا ضغط كده اهو، لاحظ بينفذ امر معين، اعمل له امر او زي ده، ده بينفذ امر، او زي هيلب مثلا بينفذ لك امر معين، لكن ده ها ده طبعا مش راضي يعمل ايديت هنا. ليه؟ لان ده اصلا كود مكتوب باليدوي، يعني مش موجود مثلا زي ابلكيشن مثلا دوت ايه اكزيت مثلا. تمام هنا كده لو عملت هنا واديت يعدل لك. لا ده بيطلع لي منيو، لا ده بيطلع لي منيو، لا ده بيفتح لي حاجه جديده، لكن ده بيطلع لي بوب اب منيو، اه طلع لك بوب اب منيو، لكن هو في حد ذاته نفس حاجه؟ لا. وصلت؟ يعني لو حطيت قائمة فرعية بالنسبة لده أو قوائم فرعية تمام، هت إيه يا إخوانا، هتختلف. طيب تعالى بقى نعمل قائمة فرعية، نمسك العنصر الأول، خلي بالك مش عايزك تتلخبط تمام، مش عايزك إيه تتلخبط أهو. نمسك القائمة الفرعية، هتقول له الإندكس اللي هو بعنوان إيه يا إخوانا، أهو الإندكس أهو، تقول له هنا منيو او ابلكيشن دوت سيت منيو. تمام اهو هات العنصر سب منيو. خلاص يا اخوانا هتقول له منيو كذا دوت سب منيو. ايه ده يعني انت بتقول له دوت سب منيو؟ اه تمام تمام هقول له صب منيو ايه، صب منيو الاول تمام، اصل هو مش صب منيو خلاص، هو اقول لك هنا ايه، هو اعطيك شرط. ايه هو الشرط اهو، تعالى افتح تاني ابلكيشن سيت منيو، ها بيقول لك نمرك اندكس التيبل للجدول تمام، مفهرس عن طريق الايه الارقام لايه تمام، لمنيو ايتم تيبلز لجداول اللي الايتمز، يبقى الايه مفرس عن طريق الارقام، يبقى صب منيو الاول ها بيساوي ايه، ها ايه يا اخوانا صح احسنت، بيساوي جدول. ليه؟ عشان ياخد برضو العناصر دي. ايه ده يعني ده جدول بيحتوي على العناصر دي؟ اه انت عايز تثبتني ان لو عايز اعمل من ده من الجدول ده
قايمة فرعية هضطر أعمل كمان تبلو منيو واحد دوت سب منيو واحد دوت سب منيو واحد بيساوي جدول. ولو عايز تعمل من التالت كذا التالت كذا. ده الجد، ده الأب، خلف ده وخلف ده. ده من مواصفاته رقم البطاقة، اسمه، شكله، نشط، مش عارف شيك ولا يعني في الحالة العملية مخلف، مخلف ولد تمام، او مخلف طفل تمام، سواء ولد ايه، سواء ذكر او انثى، ولد سواء ذكر او انثى. خلاص طيب، يبقى هنا ايه يا اخوانا؟ ها مخلف، ها مخلف واحد اهو. طيب هقول له بقى، طب ما تدي لي يا عم الحاج، اديني بقى عناصر الطفل ده عشان اقيده عندي. طيب حاضر، اهو عناصره اهو، ده اهو دوت اي دي، ها رقم البطاقة بتاعته، رقم البطاقة بتاعته كام؟ 101. مش شرط، انا بقول لك مش شرط، ممكن تقول له 10,000 تمام، ده كده 100,000 خلاص. بس انا بقول لك ايه، يعني كده 100 هو العنصر الاول بتاعها خلاص. طيب هتقول له هنا دوت تكست اسمه ايه لو سمحت، اسمه ايه؟ اهو عارف انت ممكن تعمل ايه، تاخد كل دوم اهو، خلي بالك، وتحطه بيست هنا، افصل بس هنا الاول، حطه ايه بيست هنا، خلي بالك، وتاخد دول كوبي خلاص. طيب وتعلم على ده وتقول له كنترول ايه، اسف، تاخد لما ده كده تقول له كنترول اتش تمام. طبعا انت خدت ده كوبي، تعمله بيست هنا، تقول له بدل لي ده بايه، بده بس خلاص، بلاش ده دلوقتي. الجد تمام، ده الجد الكبير بقى صح، خلف ولد اسمه تيبل منيو واحد تمام. طيب عشت الاسامي، هو برضه له مواصفات يا اخوان، له رقمه وله اسمه وله حاجة، تلات حاجات تانيين اهم. طيب هو مخلف، مخلف اهو، مخلف ايه؟ مخلف الطفل الاول. رقمه كام يا اخوانا؟ رقم البطاقة في العيلة 101. نصه مش اسمه فايل بقى، سميه مثلا ايه، مثلا ايه، سيف، وليكن سيف تمام اهو، سيف خلاص، مثلا على ايه، على الاس هنا خلاص. طيب هي الايكون، الايكون مش هدي، مش الطفل ده مش هياخد ايقونة تمام. انيبولد الطفل ده، انيبولد تمام، انيبولد اتشيكد فولس، عايز تخليه ترو ماشي ترو. طيب هل في طفل تاني للطفل ده؟ هل الطفل ده، مش هقول الطفل بقى، الولد ده مخلف، عايز تخليه يخلف اهو، خليه يخلف عادي، وحد يقول لك لا؟ طيب ما تيجي نعمل الاول الاب ده كمان طفل اهو، خد كل ده اهو واديله، خلي بالك ان كل ده للابن الاول تمام، الابن الايه الاول اهو، 102، وده هيبقى اتنين بقى، اتنين، يبقى الابن الاول من الجد اهو، ده الجد اهو، الجد تمام، ولكن اسمه مثلا ايه، السيد، اسمه يا اخوانا اهو، الجد اسمه السيد خلاص. هنا الابن الاول اهو، متلخبطش، الابن الاول اسمه مثلا ايه، محمد، ها تمام. طيب هنا الحفيد، ها الاول، طب واحد يقول لي لا انا مش عايزه الحفيد الاول، انا عايزه الابن الاول، ما هو الابن الاول لمحمد لكن هو الحفيد الاول للسيد، الابن الاول لمحمد لكن هو الحفيد الاول للسيد صح. طيب يبقى تقول له هنا الابن الاول لمين؟ ها لمحمد، هو اسمه ايه بقى؟ ها عبد الفتاح مثلا، مثلا ها ده الابن التاني اهو، الابن التاني لمحمد، اللي محمد اللي هو الابن الاول بتاع السيد خلاص، اسمه مثلا ايه، عبد الله، ها خلاص. طيب افرض عبد الله ده مخلف، تعال الاول نديله بس الايه كده اهو، اسمه مثلا ايه،
سيف از مثلا، از تحط مثلا ايه تحت الايه الفي هنا، الغي دي. لا خلاص انا حطيناها تحت الاس، ما تكررش. سيف از، ايه ده؟ هو السيد مخلف تاني؟ اه السيد مخلف تاني احمد اهو، يبقى ده الابن التاني، التاني للجد، ما تلخبطش بقى. الابن التاني للايه؟ للجد. ها وصلت؟ ده الابن الاول للجد اهو. تيبل منيو واحد دايما، تيبل منيو الجد تمام، هنا تيبل منيو اتنين، يبقى ده الطفل التاني عايز تخليه يخلف، واللي وخلفته تخلف، وخلفة خلفته تخلف، املاهم. وصلت يا اخوانا؟ وصلت اهو بشكل بسيط. انت عندك جدول خلاص زي كده تمام، قلت له دوت الاي دي بيساوي كذا، دوت كذا بيساوي، جيت على الصب منيو هنا قلت له الصب منيو هنا بيساوي جدول تمام، بيساوي ايه يا اخوانا؟ بيساوي جدول خلاص اهو. وجيت هنا قلت له في الصب منيو ده، ده الصب منيو اهو تمام، وهنا برضو الصب منيو ها، وقلت له الصب منيو هنا بيساوي جدول. وخلي بالك مش ممكن يكون جدول واحد، ممكن يكون كمان جدول اهو خلاص، وممكن يكون كمان جدول هنا عادي تمام اهو. وممكن في الجدول ده في الصب ده، طبعا الصب اهو ده عنصر الصب، سيبك بقى من التانيين، في الجدول ده في جدول، وهكذا تمام. مش دي هي سنة الحياة تمام؟ الجد الكبير اهو، نفتح جد الكبير له اولاد، اه له ابن وابن تمام وابن. طب الابن التالت ده له ابن؟ قال لك اه له ابن، وممكن يكون لايه؟ ها له ابن وابن 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 الى ايه، الى ما الى ما نهاية او الى ما شاء الله. وصلت يا اخوانا؟ بس هي دي الفكرة خلاص. يا رب يكون الشرح ربنا وفقني فيه ان شاء الله تمام. طيب تعالى بقى ايه نجرب. خلاص خلصنا اوكي. تعالى ماشي، سب منيو في اللاين 9 تمام، طبعا هو واقف. تعال شوف في اللاين 9، بقول لك لاين 9، تعال نشوف الخطأ. اه يا اخوانا قبل ما هنا اقول لازم احجز الاول بيساوي جدول، يعني هو مخلف ولا لا، يبقى لازم تقول له تيبل هنا ده كده دوت سب منيو، وتشيل الايه العنصر هنا، اذا كانك حجزت الجدول هنا الاول تمام، يعني كأنك حجزت ايه جدول تمام. يبقى انت لازم تحجزه الاول ايه، تقول له هل هو مخلف؟ اه هنا مخلف اه تمام، لكن ده مش مخلف فما تحطلوش ايه كذا، كنت لازم تحجزها الاول كجدول عشان تاخد العنصر الاول والعنصر التاني تمام. هو ده الايه مشكلة. تعال نجرب، تعال نشوف لاين 18 نفس الفكرة برضو، لاين 18 اهو. وهنا برضو يا اخوانا حجزت الاول جدول، نسيت احجز التاني جدول برضو، ان التاني اللي له مواصفات، يعني كل واحد تعمله تحجز له جدول. يعني ايه؟ انت حجزت جدول الجد، حجزت جدول الابن مخلف تمام، لو انت ما عملتش كده مش مخلف، هو كده مخلف خلاص. طب خد الاول الجدول برضو جدول لانه له مواصفات، والتاني برضو كنا لازم نحط له اللي هو ايه اللي هو جدول خلاص. طيب اهو تاني نشوف ال 19 ماشي، هنا اه انا بقول له هنا التاني بقى مش الاول تمام يا اخوانا اهو. هنا تشيك، هنا تشيك، هنا مفيش مخلفش، ده مخلفش خلاص. لما اضغط هنا يا اخوانا ايه اللي يحصل؟ يعمل لي البوب اب، ما ينفذش الامر بتاعه، ما ينفذش الامر تمام بتاعه. طيب جميل، يبقى احنا كده بفضل الله يا اخوانا
عرفنا او فهمنا الايه القصة اهو في الجلوبال فانكشن. اخر شرح بقى عشان ايه، ها ان شاء الله لما ناخد مشروع كل ده هيبان. تيبل منيو حاجات الجدول ده الجد السيد الحاج سيد مخلف الاستاذ محمد موظف في الشؤون بيقبض 140 جنيه، تمام. هو طبعا له مواصفات يا اخوانا، اول ما يبقى له مواصفات يبقى له جدول على طول. اول حاجه الاي دي رقمه 100، تكست اسمه فايل، تمام، هو مسؤول عن الفايلات، تمام. الايكون اي دي بتاعه -1، انيبولد مش كشري، ترو، اتشيكد، تمام، فولس. له اولاد يا ترى؟ لو ملوش اولاد خلاص زي ده مش هتحط له السب منيو. اول ما تقول له يبقى جدول. ليه؟ لان هياخد طفل اول، طفل تاني، طفل تالت، طفل رابع، طفل خامس. ها له اولاد؟ تمام، جدول اكتر من ابن، حتى لو ابن واحد يبقى موجود في الجدول لوحده. طيب تعالى للابن الاول، تمام، محمد اسمه محمد ايه، محمد اسف عبد الفتاح محمد السيد. الابن الاول لمحمد يبقى عبد الفتاح محمد، اهو عبد الفتاح محمد السيد، صح. يبقى صب منيو عبد الفتاح، تيبل منيو محمد، تمام، اتفقنا يا اخوانا؟ طيب لا مش كده بقى، عبد الفتاح يبقى ايه، ده مواصفاته اهو اللي هو الجدول ده، تمام، وده محمد وده الجد اللي هو اسمه السيد، خلاص. طيب محمد رقمه 101، تمام، هنا اسمه سيف مسؤول عن الحفظ، واد حفيظ طبعا في ثانوية عامة، ابن موظف الشؤون، تمام. ايكون اي دي، تمام، -1، هنا انيبولد ترو وتشيكد ترو. جيت الابن التاني لمحمد عبد الله برضه، واد صغير كده مثلا في الاعدادية ولا حاجة، هنا برضه لازم جدول عشان هديله اكتر من قيمة زي الاي دي اللي هو 102 والتكست وكذا. طيب تعالى بقى للابن التاني لاحمد اللي هو ها ابن الجد اللي هو العم بقى، عم عبد الفتاح وعم عبد الله، خلاص. عمهم ده بقى ايه، لسه صغير مثلا في السن، او لم يرزق الله بالزواج او بالايه بالخلفه، خلاص، او بالذريه. هنا اي دي هم تين طبعا اظن واتجوز ولا كذا، يبقى اظن اسمه اكزيت، تمام. طيب يبقى هنا ايه، -1 انيبلد ترو، ها، وتشيكد فولس. ممكن تخلي ده فولس، خلاص، ممكن تخلي ده ايه تاني، خلي ده ايه فولس، خلاص، وده يبقى ترو. وقلت له لو سمحت اول ما المشروع يبتدي حط لي شجرة العيلة دي في القائمة، خلاص، نفذ لو سمحت اهو. عبد الله مش اتشيكت، وصلت يا اخوانا؟ يبقى كده بفضل الله اخدنا ازاي نعمل قائمة. كتر بقى، خلي عبد الله او عبد الفتاح الاول يكبر ويخلف اهو، ها شفت ده، هاخده اهو، هقول له الاول ايه، لازم اقول له الاول صب منيو مخلف الاول اهو. تيبل ده عبد الفتاح دوت صب منيو مخلف بجد، مخلف، بس خد بقى عناصر منه بقى، ها بيساوي ايه يا اخوانا، دوت ها دوت صب منيو منيو، تمام، العنصر الاول، العنصر الايه الاول برضه بيساوي ايه يا اخوانا، بيساوي جدول عشان نحط تحته حاجات. دايما اي عنصر هياخد حاجات جدول على طول، يبقى هو مخلف. طيب العنصر الاول جدول في اي دي هو كذا اهو، تمام، هات دول او خده اهو مش مشكله، نعمل واحد بس اهو، دوت اي دي بيساوي هيبقى كام، 101، خلاص. طيب هنا دوت تكست بيساوي مثلا ايه، هنسمي مثلا ايه، مسمي على اسم جده السيد عبد الفتاح محمد السيد، خلاص. هنا دوت ايكون
ايكون اي دي بيساوي سالب واحد هنا دوت انيبولد دوت انيبولد بيساوي ترو، تمام. هنا دوت checked بيساوي false، مع ان ابو كان ترو، سبحان الله، تمام. وهكذا عايز تعمل ابن تاني لمين؟ لعبد الفتاح اهو، خلاص. تعمل اسم تاني، احجزه الاول جدول، ما تنساش تحجز جدول. ها تحجز، بص، احجز جدول كبير وجدول لكل عنصر، جدول كبير وجدول لكل عنصر، ولما تبقى جدول كل عنصر عايز تطلع منه جدول، احجز لده جدول. وصلت يا اخوانا؟ تمام. طيب عايز تخلي السيد ده يكبر 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 ويخلف، تمام، خليه يكبر يكبر ويخلف اهو، تقول له ده، ها، دوت ايه يا اخوانا؟ دوت صب، خلاص بقى، صب منيو، تمام، بيساوي ايه يا اخوانا؟ جدول، مخلف، تمام. بعدين تقول له هنا دوت صب منيو ايه يا اخوانا؟ واحد، بيساوي ايه يا اخوانا؟ برضه العنصر الاول جدول، صح؟ مش لازم بالترتيب، يعني انت ممكن تحت تتعرف عنصر تالت، خلاص، بيساوي ايه؟ نقول له بيساوي جدول، وهكذا. يبقى خلي بالك، الأول، يعني شوف، لاحظ هي بنظام ايه؟ شجرة عيلة، خلاص؟ وتيجي برضو تقول له دوت تكست دوت اي دي دوت انيبل دوت تشيكت، خلاص، همسح ده، تمام؟ أظن بفضل الله الأمر واضح، أمر سهل. محتاج منك تدريب اهو، سيف از، طلع منه ايه؟ كذا. ممكن تطلع من ده كمان واحد اهو، سيف از، سيف، طلع منه كذا، سيف از، يعني اصلا ما، تمام، اكزت خالص. اتفقنا يا اخوانا؟ وبفضل الله كده يكون اخدنا الدرس ده، يا رب يكون وفقت من المولى سبحانه وتعالى في ايصال المعلومة بطريقة جيدة. إن شاء الله نكمل الدروس القادمة، إن شاء الله يبقى أحسن إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.